إنها السعودية التي لا تتجاوز سن 25 من العمر. رها محرق أول سعودية تتمكن من تسلق أعلى قمة جبلية في العالم، قمة جبل إيفرست في النيبال، والعربية الأصغر سناً في خوض هذه المغامرة. رها كانت واحدة من 12 متسلق، من بينهم أول قطري وأول فلسطيني يصلون إلى قمة الجبل الشهير. تعود رها إلى مطار كاتماندو الدولي بعد أن مثلت المرأة السعودية بصعود قمة إيفرست، وهي من بلد يعتبر من أكثر البلدان تشدداً في مجال حقوق المرأة. مؤخراً سمحت حكومة الرياض للبنات بممارسة الرياضة المدرسية، وقبلها بمشاركة مصارعتين سعوديتين في الألعاب الأولمبية في لندن. صعود قمة جبل إيفرست يعتبر في حد ذاته رمزاً للمغامرة ولفت الانتباه إلى القضايا التي يريد المتسلقون دعمها عبر العالم.